وهنا فوزير وهنا فوزير وهنا فوزير وهنا فوزير هنا فوزير وهنا فوزير والموضوع قوي 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 زاد الواحد دماغه حطير ودي فوزير ايه تاني يا ولاد لغز الملكة شهرزاد لغز الملكة شهرزاد شيل يا حبيبي العمامة وخد البس الفهامة ده انا الف ليلة وليلة بحكي لك فواديت ياما والليلة بقى الامتحان وحتكرم قوي قوي لغز الملكة شهرزاد لغز الملكة شهرزاد فيه موضوع انا هحكي عليه وحدور كده كده من حواليه وانت تقول يا شهريار الحدوتة اسمها ايه الحدوتة اسمها ايه واللجنة اديك المشهور وانا والسيف مصور لغز الملكة شهرزاد لغز الملكة شهرزاد هنون لقيت فكرة وجيهة اهرب بيها من الامتحان انا اصل حدق وابن نبيها وجميع افكار جنان في جنان اهي جاية ايه صباح الخير مالك مترد علي انا لا اتحدث هذا اليوم وش معنى هذا اليوم ولماذا لان اليوم هو عيد الصمت يا سلام يا حلاوة افكارك شكرا العفو لكن قل ازاي هتقابل زوارك مين هما انت عايز تعرف مين هما نجلاء فتحي بتاعت السيمة يا روح يا وعد على التكسيمة نجولة النولة كوالنولة تعال يا اختي نلعب الوول شهريار متشكرة قوي يا نجلاء ميرسي قوي طب فوتكم بعافيه بقى باي باي مشيت ليه والان ما دام نطقت يا العبان استعد للامتحان رحت بلاش وكبت استندت وامتدت من طوخ الى بنها اذكر اسم الحدوته اللي التفاصيل دي بتعبر عنها قولي قولي يا اختي وانا وبختي حدوته من بعدنا الناس هتحكيها انت ولا لوحدنا عارفين خوافيها واسمع وشوف اعمل معروف كوكو 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 كو احسن الخلق الديوك والديوك اشهر ما فيهم هو انا هو انا هو انا وحياة ابوك كوكو كوكو تلتمية نوبة بتلاتة وانا بحلف بالتلاتة اني مدا للجدع ده وارجع عدا ببساطة كوكو كوكو واما زادوا ليلة قمنا انا والفراخ حرمنا قلنا بس خلاص فهمنا انتهى وحش الملوك كوكو كوكو اللي كان في كل ليلة له ضحية أصبح الآن كالعجينة بين إيديا وأظن أنت الوحيد يا شهريار اللي حافظ فم إيه الحدوتة دي رد أوام قول يا همام الحدوتة دي اسمها إيه الحدوتة اسمها إيه الحدوتة اسمها إيه عشان تاخد المية جنيه طب أعمل إيه أعمل إيه مين معرفش إيه أنا مدام تلبس زعبوط من غير كمان طب عدالي وقود تكرار برضو يعلم شهريار وهو كذلك حدوته من بعدنا الناس هتحكيها انت ولا لوحدنا عارفين خوافيها واسمع وشوف اعمل معروف تلتمية نوبة بتلاتة وانا بحلف بالتلاتة اني مدا للجدع ده وارجع عدا ببساطة
كوكو كوكو. واما زادوا ليلة قمنا انا والفراخ حرمنا، قلنا بس خلاص فهمنا انتهى وحش الميلو. بس خلاص عرفتها؟ ايوه امال وفقستها. اللي كان في كل ليلة له ضحية اصبح الان بين ايديك مهلبية، واظن انت الوحيدة يا شهرزاد اللي حافظة صم. ايه الحدوتة دي حاجة بغاية السهولية. طب الحدوتة ايه هي؟ منيرة المهدية. لا يا فتك بذمتك شهريار معرفش يقول، بس الغش هنا مقبول. فاللي يعرف الحدوتة اسمها ايه يبعت له رسول، يقفز راسه من الاعداء وياخد منه جايزة كمان. ابصر ايه ومدرك ايه وكذا وماذا وصول فمر ايه للي يبعت يغششني الحدوتة اسمها ايه على عنوان